الكارثي اللي تعيش حاليا اللي هو الوضع من البطالة. ناشط ياس شنجش القناس وزير تجهيز الرباح يمكن غدريوش ويوزن على النت بالمناسبة الوزير نغني قناس الوردي وبالمناسبة هم يتصلوا وزارية ثانية تتساءل أجي وذانا أجي تعتبرني خلص المسؤولين المحليين من تقدم من مدينة خنطية على المستوى الصحي وميديوس الوزير الصحة غدريوش دريوش كينا السبيطا ميغا كينا السبيطا يغنطي بمناسكي كينا الصفر لأن المسؤولين يغاخذ يغنطي بصفر ودياس وزير تجهيز أدياوي مشاريع غامضة أدياوي مشاريع غدريوش بنتي بس دياوي الصفر لأن المجالس النخ صفر والمسؤولين يغاخذ ذي المجالس المحلية وذي البرلمان سقوان صفر ثمانيات ويندي النتيجة وحدهم المعطرون يقودون النضالات الشعبية وحدهم يعبرون عن هموم الشعب الحقيقية وحدهم يطالبون بالحقوق الضرورية والأساسية للمواطنين. أما هنا فالكلام المعسول يدير غاز فقط للحملات الانتخابية صوت خانخ هذا هو من ندير هنا هذا هو من نعذر وسخ ملايين ولكن خمس سنين شفت ديارات شفت دفع عن كل حقوق الإنسان عني الناس ندير ديال المنظمة البرلمانية عني الناس ندير الصلاحيات ما مش غادينا هذا الشهر إلى آخره. أما المواطن إذا تكافسنا مثلا في السبيطار وقد يستمر على شنو المسؤول ديال المدينة النهائية وتحدى لنا وشنو المسؤول اللي غادي شنو نحاشف لفائدة المواطن اللي شنو المصلحة مش ماسكة. سانيتا حق سانيتا الفيديو فقط. أما الفرع المحلي فتنتظروا تسع شهور من المقاطعة اللي خدمت 8 شهور من الأشكال النضالية التأسيسية ضرورة المقاطعة المسرحية المسمى الانتخابات. ويا مغربي يا مغربي يا مغربي يا انتخابات عليك وعليا مسرحية يا مغربي ويا مغربي ويا مغربي يا انتخابات عليك وعليا مسرحية ويا مغربي ويا مغربي ويا مغربي يا انتخابات عليك وعليا مسرحية. فعلا الانتخابات المسرحية والمجالس في حد ذاتها هذه المسرحيه لا تحقق الا المصالح الاشخاص الداسجان. اما الصلاحيات الحقيقيه ومنايا للاسف جميع المنافقين السياسيين النخ الصلاحيات الحقيقيه كيبغى العمال الولاد. اذا ما الفائده في الانتخابات هنا ما دام ان العمال الممثلين صاحب الجلاله اللي هنا كيتنفذ القسط 99% ديال الميزانيات العموميه. ثالثا قاخ بانه ما ترانشين تصوت فيها ربط القارسي وذانا عفن وما ترشين تقطع فيها ربط توقذ في قارسي وذانا فقن وحينها تتحركوا غير السايس من أجل تحقق البطالي بالنخ. وتحية نضالية قاخ الحملة للمقاطعة الانتخابات بالنسبة لفرحة البوليس تنهارة وتسيلي إلى آخر يوم من يعني حتى اليوم المسرحية الموعود لأغير إذا سيج الصوت فهم قران أمش النخ حيق مجددا المناضلين الفرع خصهم في الساحة رغم أنه المسؤولين أنه حول ما يمكن أنه يهمش الفرع المحلي ولكن الفرع المحلي ذي قيم صامت وذي قيم شوكة في حلق كل من اتخذ من موقع المسؤولية يعني طريقا إلى مصالحه الشخصية السياسوية الضيقة. وأحييكم مجددا وليرفع الشكل النضالي وعيدنا في الأشكال المقبلة.